السلام عليكم. عليكم السلام كابتن سفيان. بدايه خليني اطمن على الاوضاع عندكم في المغرب على اشقائنا المغاربه. يعني طبعا سمعنا على خلفيه طبعا ازمه ماتش الوداد مع كايزر تشيفز. يهمنا نطمن على الاوضاع من ناحيه طبعا من ناحيه فيروس كورونا وبعيدا حتى عن الرياضه بشكل عام، الاوضاع في المغرب عندكم عامله ايه؟ الحمد لله الوضع في المغرب استقر الحمد لله. وضع كورونا او المدى اللي صاب كل بقاع العالم الحمد لله المغرب قدر انه يسيطر على الوضع بحكم السياسه الرشيده لصلاح الجلاله الملك محمد. اما بخصوص مباراه الوداد فكنظن ان فريق الوداد الرياضي والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بقياده سي فوزي القجع قدروا انهم يلقاو ملعب يحكم هذه المقابله. كنظن ان المقابله غادي تكون في بوركينا فاسو يوم 28 من هذا الشهر. كنظن ان الحمد لله الوضع في المغرب مستقر من الناحيه الرياضيه. اكيد تاهل ديال فريق الرجاء الرياضي لدور المجموعات تاهل اللي كان مباشر لمهبط بركان لدور المجموعات. اكيد اننا غنشوفوا مقابله قويه وقويه بزاف بين نادي الرجاء الرياضي ونادي بيراميدز، لان صحيح. جميع المقابلات اللي كتكون بين اشقاء واحده من مواجهتين منتظرتين بالنسبه للكره المصريه والكره المغربيه، سواء بيراميدز مع الرجاء او سواء كمان نهضه بركان مع الاهلي في السوبر الافريقي. تكلمنا عن الاجواء وتكلمنا عن حاله الاستعداد للمواجهتين دول. فريق الرجاء ما نقولش عليه عدم استقرار، وانما نقول ارتباك الاستقرار، لان النتائج او اداء الفريق مؤخرا فما كانش ذاك الاداء اللي كيرتقي اليه الجمهور. اكيد ان غياب بدر بانون وغياب محسن متولي او انتقال بدر بانون وغياب محسن متولي مع بدايه رجوع الدوري من بعد الشان او كاس افريقيا المحليه فخلقت ارتباك داخل النادي. الانتدابات ما كانت على اعلى مستوى او انتدابات مطلوبه من عند الجمهور الرجاوي، حتى هي اثرت على المردود ديال الفريق ككل. وانما كما تقول الفرق الكبرى تمرض ولا تموت. فريق الرجاء الرياضي بالترسانه البشريه ديالو ولا بالجمهور ديالو ولا بالمديرين ديالو قادرين انهم يرجعوا السكه الصحيحه. الحمد لله كان تاهل جاء من رحم المعاناه، تاهل كان صعيب وصعيب بزاف. نتمنى من الله اننا نشوف مقابله كيف ما كنتعودوا اننا نشوفوها بين الاخوه المصريين وحدايا الفرق المغربيه. تكون مقابلات فيها. طب يهمني اعرف على مستوى المسابقه المحليه، هل بتواجهوا مشاكل في اقامه اللقاءات ولا الامور ماشيه بشكل طبيعي؟ ترتيب فرقه نهضه بركان والمستوى اللي بيقدمه، ايضا ترتيب فرقه الرجاء في الدوري المغربي. لا ايقاع المباريات فهو ايقاع عادي. المباريات تتلعب في الوقت ديالها المحدد. الفرق اللي كتكون مشاركه في المنافسات الخارجيه فكيتم التاجيل ديال المقابلات ديالها. فريق الرجاء الرياضي ما لعبش المقابله اللي كانت في الاسبوع الماضي، فهو غادي يلعب من بعد يومين. هو غادي يلعب المباراه ديالو مع غيلعبها نهار الخميس يوم الخميس. فاكيد ان الهجمات البرمجه في الدوري المغربي كانت صارمه هذا الموسم. هذا جميع الفرق تلعب جميع المباريات ديالها في مؤجلات كثيره اللي تاثر على السير العام للدوري، خصوصا ان الدوري بدا متاخر. بدينا الدوري حتى شهر 10 ولا 11. اكيد اننا ما غادي نساليو عندنا واحد الوقت محدد باش نساليو. طيب اخذك للكلام شويه على تالق ونجاح بدر بنون من اول ما انضم للنادي الاهلي. الحقيقه واحد كان من اهم التدعيمات والاضافات للفريق الاول بكره القدم للنادي الاهلي. ازاي بتتابعه ده في المغرب، وايه يعني من وجهه نظرك طبعا ايه هي اسباب تالق بدر بنون بالشكل السريع ده مع فرقه النادي الاهلي؟ اكيد قبل ما نتكلم على التالق ديال بدر بانون مع فريق الرجاء الرياضي، فهذا غادي يخليني الفراغ اللي تركه بدر بانون داخل فريق الرجاء الرياضي. القيمه ديال بدر بانون داخل الملعب، لاعب كره القدم، فهو المدرب الثاني داخل النادي، عميد فريق داخل النادي لسنوات.
من ابناء النادي كيعرف الكبيره والصغيره داخل النادي، العطاء ديالو داخل النادي. فاحنا لمسناه بالملموس الغياب ديالو في اول مباراه، عرفنا القيمه ديال الحمد لله عارفين القيمه ديال بوكبادو الدوري المغربي ولا داخل القلعه الخضراء. الانتقال ديالو للنادي الاهلي هذا ما غيزيدو الا شرف اولا بدر بانون، لانه انتقل لواحد الفريق عالمي، فريق عنده شعبيه كبيره داخل القاره الخضراء وخصوصا في المغرب. كان ارتياح من الجمهور المغربي بانتقال بدر بانون لهذا الفريق العالمي، الفريق الكبير اللي هو نادي القرن، نادي الاهلي، بحكم العلاقه اللي كتربط بين الجمهورين الاهلاوي و بدر بانون. منذ الالتحاق ديالو ما كانش عندنا ادنى شك ان بدر بانون غادي يتاقلم مع الاجواء المصريه ويتاقلم مع الدوري المصري وخصوصا مع اللاعبين ديال الاهلي والقيمه ديال النادي اللي انتقل ليه بدر بانون. بدر بانون ما جاش من واحد النادي اللي صغير، جا من واحد النادي اللي كبير، عنده العالميه طابقه، نادي الالقاب ديالو والجمهور ديالو كبار وكبار بزاف، متعود بدر بانون على الضغط، ما جاش من واحد الفريق اللي صغير. طب ده ياخذنا لنقطه في منتهى الاهميه كابتن سفيان، وما اعرفش انتوا تابعتوا في المغرب مشاركه بدر بانون مع نادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه والثلاث لقاءات والتتويج بالبرونزيه، بالتاكيد كان في متابعه على الاقل من جمهور الرجاء. هل تعتقد ان المستوى اللي بيقدمه بدر بانون مع الاهلي وحاله التالق والنجاحات خصوصا على مستويات عالميه ممكن تساهم في انه بدر، لانه دي واحده من علامات الاستفهام، ينضم لمنتخب المغرب؟ هل تعتقد انه وحيد حليلوزيتش مدرب الاسود الاطلسي قد يطلب ضم مدافع النادي الاهلي بدر بانون لصفوف المنتخب المغربي، ولا ده سيناريو مستبعد من وجهه نظرك؟ شوف، تالق بدر بانون مع الفريق الاهلي لا في الدوري المصري ولا حتى بطوله العالم للانديه اللي كانت في قطر، فكانت متابعه كبيره وكبيره بزاف من الجمهور المغربي كافه وخصوصا الجمهور الرجاوي، الحب ديالهم لبدر بانون. اكيد ان النادي الاهلي عنده شعبيه كبيره في المغرب وزادت الشعبيه اكثر بانتقال بدر بانون. ناكد لكم في نادي الاهلي ان الا درتوا احصائيات على مستوى المملكه المغربيه فغتلقاو الشعبيه ديال النادي الاهلي زادت اضعاف ما كانت مع انتقال بدر بانون. منذ اول مباراه لبدر بانون في الدوري المصري، وكانت اول مباراه كنظن انها كانت في نهائي كاس مصر اللي فاز بها النادي الاهلي. صحيح. منذ اول مباراه واول هدف سجلوا بدر بانون من ضربه جزاء، اول مباراه، فالمطلب الشعبي ديال الشعب المغربي وحتى الصحافه المغربيه هو الاعتماد، ليس النداء على بدر بانون والمنتخب الوطني، وانما الاعتماد عليه كلاعب اساسي داخل تشكيله المنتخب الوطني، لانه دابا ولا كيلعب على اعلى مستوى، انتقل لواحد الفريق اللي حنا كنقولوا فريق عالمي، فريق كبير من قيمه النادي الاهلي، كيلعب على جميع الاصعده على اكثر من جهه، لعب مؤخرا بطوله العالم وكان مد قوي الحمد لله الانديه العالميه، كان شرف كرة القدم المصرية بالدرجة الأولى وشرف كرة القدم العربية طبعا والإفريقية كمان. صحيح، أكيد أن هذا الشيء كان ساهم في المطلب الشعبي والمطلب ديال الصحافة الرياضية. إذا كانت لك متابعين الصحافة الرياضية فهو كان مطلب أن ماشي النداء على بدر بانون وإنما الاعتماد عليه كلاعب أساسي داخل التشكيلة الوطنية. بشكرك شكرا جزيلا كابتن سفيان العلودي نجم منتخب المغرب ونادي الرجاء السابق، بشكرك على التواصل معنا في السادسة.